الكعبة زادها الله تشريفا في آخر الزمان يسلط عليها رجل من الحبشة، وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا دقيقا، فيهدمها بجنوده، ينقضها حجرا حجرا، ويتمادون هذه الأحجار إلى أن يرموها في البحر. كيف ذلك مع أن الله تعالى حماها وأهلها مشركون، حماها من الفيل؟ نقول لأن الله حماها من الفيل لأمر علمه عز وجل، وهو أن هذا البيت المعظم سوف يكون في من يعظمه، لكن في آخر الزمان يمتهن أهل مكة هذا البيت امتهانا لا يجعلون له حرمة، وليس هناك مستقبل له،